بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في سلسلة تعليم مادة الرسم الهندسي والإسقاط. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نشتغل في السكشن رقم 13 ونكمل موضوع استنتاج المساقط الثلاثة من المنظور. في المثال اللي عندنا مطلوب منك إن أنت تبدأ ترسم الأيزومتريك والإليفيجن وسايد فيو والبلان، زي ما احنا عارفين اللي هم عبارة عن المنظور والمسقط الرأسي والمسقط الجانبي والأفق. في المثال اللي قدامك هنا الراجل محدد لك الاتجاه الاسهم اللي هتبدا تبص منها، يعني هو محدد لك هنا الاتجاه بتاع الاليفيشن والسايد فيو والمسقط الافقي. اول حاجه هبدا اشتغل على الايزومتريك، هبدا احدد الابعاد بتاع الشكل اللي انا هبدا ارسم بيه. لو انا هبدا اشوف لي الشكل اللي قدامي، هبدا ابص على الطول عباره عن 90 والعرض بتاعي اللي هو 50 والارتفاع بتاع الجسم عبارة عن كام؟ عبارة عن 70 والارتفاع نص والخمستاشر بتاعة الاسطوانة، يبقى انا كده جبت الارتفاع بتاع الجسم. يبقى انا عرفت الطول وعرض وارتفاع وقفلت شكل المكعب بتاعي، وهبدأ اشتغل في الشكل اللي قدامي بتاع المنظور. بعد ما نخلص موضوع المنظور تبدأ تخش في موضوع المسقط الرأسي. المسقط الرأسي في الاتجاه اللي احنا شايفينه ده، لو انا حددت طول المسقط الرأسي هيكون عبارة عن 90 والارتفاع بتاعه عبارة عن 70 زائد 15. طيب لو انا هاجي ابص كده على المسقط الرأسي، اول حاجة هبدأ اشوفها في المسقط الرأسي زي ما انا عملت المستطيل بتاعي اللي هو عبارة عن 70 والخمستاشر اللي هو 85 في 90 وقفلت الشكل بتاعي. هبدا ابص هتلاقي الراجل طلع لك هنا بمسافه معينه اللي هي عباره عن 10 والناحيه الثانيه والمسافه من المنتصف عباره عن 50 والجزء ده عباره عن 60، وتبدا كل اللي انا محدد عليه ده كله ده هيظهر معاك في المسقط الرأسي. يبدا بعد كده تشوف الخطوط الداش لاين اللي هتبدا تحطها. لو انت بصيت على الشكل بتاعك من قدام في عندك خط والتاني، الخطين دولت مستخبيين ورا الجسم ده، فالاتنين دولت هيظهروا عبارة عن داش لاين، والخطين دولت لهم شكل نفسي في تماثل الناحية التانية، هيبقى عندك هنا خط داش لاين والناحية التانية خط داش لاين. طيب وانا برضو واقف في نفس المكان شايف ان الاسطوانة بتاعتي فيها جزء معمول له قطع او معمول له اخد فيه جزء كده قطع فيه، يبقى الخط اللي قدامي ده انا مش شايفه بس لازم يظهر عندي هنا عبارة عن داش لاين. طب نبدأ نخش في المساقط بتاعت التلاتة ونبدأ نشوف الكلام ده. زي ما احنا شايفين كده ادي الرسمة قدامك اهي، وادي المسقط الرأسي، انا جبت الطول والارتفاع وبدأت اشتغل اطلع من هنا واطلع من هنا وابدأ اوصل الكلام ده لغاية ما اخلص الشكل بتاعي وبدأت اعمل الداش لاين زي ما احنا شايفين. يجي للمسقط الجانبي، المسقط الجانبي هيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن 50 في الارتفاع اللي هو عبارة عن 85، نفس الارتفاع بتاع المسقط الرأسي اللي هو عامل له اسقاط عن طريق المسطرة حرف تي. طيب المسقط الجانبي لو انا ابص عليه كده، اول حاجة وانا شايفه كده انا شايف القاعدة من تحت هتكون عبارة عن ايه؟ 50 في 10، يبقى انا هبدأ من عند النقطة دي هعمل اسقاط خط. تاني حاجة هبدأ ابص انا اشوف ايه تاني، لو انا واقف هنا هبدأ اشوف الشكل اللي قدامي ده، الشكل الحرف يو اللي قدامي ده اللي هو عبارة عن ايه؟ 10 والمسافة اللي في النص 30، وبعد كده في مسافة 10. طيب هبدأ اخد الخط ده جاي منين؟ هتلاقي شايف هنا ادي بداية الخط بتاعتي وادي الخط بتاع النهاية بتاعته، زي ما احنا شايفين ادي الخط ده جاي عن طريق النقطة دي. لو انا عملت بالمسطرة حرف تي هبدأ اخد خط، الخط ده مسافته كام؟ 10، واخد خط تاني الناحية التانية وادي 10، وابدأ انزل مسافة بزاوية 90 وابدأ انزل مسافة. طيب الخط ده جاب منين؟ هبدا اعمل له اسقاط عن طريق الخط بتاع الداش لاين. لو انا بصيت تحت في الرسمه هو ده الخط ده، ابدا اعمل خط ده خط السوليد بتاعي. طيب يبقى انا رسمت الشكل الحرفي يو بتاعي لو احنا شايفينه في المنظور. هتلاقي الجسم بتاعك طالع منه مستطيلين اهو، المستطيلين دولت نفس السمك بتاعه اللي هو ال10، هبدا اشد خط. طب نهايتهم لغايه فين؟ لغايه الجزء ده، يبقى من عند هنا ادي نهايتهم، يبقى انا هبدا اخد خط ويقفل الخط ده بقية العشرة والعشرة التانية. طيب بعد كده وانا واقف في نفس المكان هبدأ اشوف الشكل بتاع الاسطوانة. ادي الاسطوانة هبدأ انا شفتها دايرة في المسقط الرأسي، يبقى اشوفها في الجانبي عبارة عن مستطيل. طيب بعد ما شفتها الشكل بتاع المستطيل
هبدأ أبص هتلاقي فيها إيه، فيها جزء مقطوع منه جزء، هبدأ أعمل له إسقاط. طب الراجل قال لك الارتفاع بتاع الكلام ده عبارة عن 8، أنت لسه عاملها هنا، يبقى من عندي النقطة دي تبدأ تاخد خط بالمسطرة حرف تي، والعرض بتاعها قال لك ده كله عبارة عن كام؟ 20. يعني تقف عند المحور ده تقيس 10 يمين و10 شمال، وتبدأ تنزل بالمسطرة حرف تي ومعاها مثلث 90، وتبدأ تاخد الخطين دول وتبدأ تشيل الزيادات اللي هنا. بعد كده تسأل نفسك السؤال، هل الجسم ده فيه خط داش لاين؟ اه ده انا شايف هنا ايه، في اسطوانة مفرغة اهي مفتوحة تحت، او في مجرى على شكل اسطوانة اهو. لو انا بصيت كده يبقى الخط بتاع الاسطوانة هيظهر عندي داش لاين اهو. طيب نبص على الجسم ده من في حالة المسقط الافقي، الطول بتاعه عبارة عن ايه؟ هو نفس الطول بتاع المسقط الرأسي، والعرض بتاعه عرض المسقط الجانبي. ابدا ابص انا واقف من فوق هنا هشوف ايه اول حاجه شايفها بعينيك انت بعد ما شفت المستطيل؟ اول حاجه شايفها بعينيك شايف الاسطوانه. الاسطوانه لما انت تيجي تشوفها هتلاقي عباره عن ايه، عباره عن مستطيل، ادي المستطيل بالمسطره والمثلث، فابدا انزل ايه، هادي خط وادي خط تاني. الاسطوانه دي فيها جزء ايه، مفرغ او جزء إيه؟ معمول له ايه، مقطوع فيه جزء فيه. طب انزل فين؟ ادي عندي الخط داش لاين، ابدا انزل خط وادي الخط التاني. طب العرض بتاع الكلام ده، العرض بتاعه عبارة عن 20 اللي انا لسه كنت جايبه من فوق هنا، يبقى انا ممكن اقيس 10 و10 واقفل الشكل ده. ادي اول حاجة خلصتها فين؟ في الجزء بتاع الماسكة ترفض. وانت عينك كده بتبص هتلاقي ايه؟ هتشوف الحرف السي اللي قدامك ده في واحد ناحية تانية، يبقى عندك الشكل حرف سي دي تبدأ تنزله. الاسقاط بتاعه جاي منين؟ جاي من الجزء اللي فوق ده، يبقى تنزل الاسقاط بتاع الكلام ده. بعد كده بعينك كده تبدأ تشوف هتلاقي في مربع صغير قدامك اهو، مربع تاني وفي ناحية تانية زيه. المربعين دلوقتي واقفين فين؟ لو انت مش قدامك المنظور ده خالص اهو، ادي الجزء ادي الجزء التاني. ابدأ انزل الكلام ده ادي اهو، ابدأ اخد خط وابدأ اخد خط تاني وابدأ اخد خط واخد خط التاني لغاية اما اخلص الجزء ده. لما تيجي تشوف ادي 1 2 3 4. طب الجزء المفرغ في النص ده اهو، هو ظهر بقى، ظهر قدامك اهو. بعد كده هتلاقي عندك الشكل ايه، قفل للحرف السي اللي قدامك ده والحرف بتاعه الناحية التانية، وتبدأ تخلص الشكل ده. طب تجيب الاسكاب بتاعه منين؟ ادي الخط من عند الداش لاين، تبدأ تعمل الخط بتاعك اهو، والناحية التانية نفس الكلام. طبعا ما تنساش تعمل خطوط المحاور بتاعتك. بعد ما تخلص الكلام ده تبدأ تتقل على اللوحة بتاعتك وتعمل تخلص الكلام ده. ما تنساش اللي انت عندك الاسطوانه اللي تحت او الجزء المجرى المفتوح تحت ده في داش لاين هيبدا تشده لغايه الاخر. بعد كده نشوف التمرين اللي بعد كده، نفس الكلام، طلب منك المنظور والمساق الثلاثه. هتبدا تطبق الكلام ده بنفس الاسلوب بتاعك، هتبدا تشوف اول حاجه الايزومتر، كان عايز ارسم المنظور بتاع الشكل اللي قدامنا، تبدا تحدد له الطول والعرض والارتفاع. الطول عباره عن 90 والعرض بتاعه 64 والارتفاع بتاعه عباره عن كام؟ 33 زائد 37. جبت الشكل المكعب بتاعي، هبدا ارسم المنظور بتاع باستخدام المثلثات والمسطره حرف تي. بعد ما اخلص الكلام ده هبدا ارسم المساق الثلاثه، هبدا اطلع طول المسقط الراسي والارتفاع بتاعه والطول الجنبي والارتفاع بتاعه وطول الافقي والعرض بتاعه، وابدا اعمل تقسيم اللوح زي ما احنا اتعودنا. بعد ما تقسم الكلام ده تبدا تشتغل في المسقط الراسي. زي ما احنا شايفين ادي المسقط الراسي هيكون قدامك الشكل اللي قدامك ده، ادي المسقط الراسي. لما تيجي تبص له انا حددت الطول والارتفاع، هبدا اشوف عندي هتلاقي عندك الشكل اللي قدامك ده وشكل الميلان الناحيه التانيه يمين وشمال. بعد كده تبدأ تبص على الخطوط اللي انت ناقصاك، تبدأ تشوف ادي عندي خط داش لاين وادي عندي خط تاني داش لاين زي ما احنا شايفين. في المسقط الجانبي هيبدأ يظهر عندك الشكل اللي قدامك ده لو احنا شايفين كده، ويبدأ معاه مجموعة الخطوط اللي هتظهر الداش لاين. نفس الكلام هتبدأ تطبقه على المسقط الأفقي، تبدأ تبص وتعمل الكلام ده. الرسمة دي هتكون عبارة عن الواجب اللي انت تبدأ تشتغل عليه وتبدأ تفهمها
مع الشغل اللي انت هتبدأ تعمله. والمثال اللي بعد كده ده هيكون برضو واجب، هيكون عندك شيت تبدأ تحله فيه كراسة التفصيل، والرسومات التانية تبدأ ترسمها في اللوح. هيبقى عندك برضو ترسم المنظور والمساق الثلاثة. بكده كان المراجعة بسرعة كده على موضوع استنتاج المساق الثلاثة، وإن شاء الله نبدأ نشتغل في موضوع جديد من أول السكشن الجاي، وإن شاء الله نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.